بسم الله باش بدينا وعلى النبي صلينا. يقال أن الملك الحسن الأول كانت عنده ذاكرة قوية بزاف، وكان لا يتوقف عن الرحيل والترحال، محبا للسفر والتحرك فوق صهوة الحصان ديالو. هنا ولهيه دائما ما كيفضل ابن خيمته وينعس فيها، وكانت هذه فرصة لمبايعة ديالته من طرف قبيلة أولاد حريز، فخذ من الشاوية وجا منهم 70 من الأعيان ديالهم، يتقدمهم الشرقي بالقائد زروال الرحماني وهو قائد على هذه القبيلة، وجا لمبايعة الملك. كان الملك أيضا معجب بشخصية محمد أمين بن عبد الله الحجاجي اللي كيحكي ليه القصص في السفريات ديالو، وكان ذكي بزاف ومعجب بالتلميحات ديالو والإشارات ديالو. وكان الناس يشتكون بزاف من ظلم القياد والغطرسة ديالهم والجبروت ديالهم، وكان هاد السيد محمد أمين فيه رجل يعني ديال التقشاب، وكيفوج على الملك فين ما مشى، وكان رجل ثقة ونكته وابتسامة وله طريقة عجيبة في الحكي. وقال له الملك: اش غادي تعاود لينا هاد الليلة؟ قال له: غادي نعاود لك قصة الوفاء اللي ما عمرك سمعتيها. ضحك الملك بحال العادة، وبدا محمد الأمين يعاود الحكاية. كيحكي راوي الملك أن امرأة جميلة من الشاوية فاتنة كان سميتها نزهة بنت أحمد الماوردي، لاباس عليها بزاف. من اللي وصلت سن الزواج طلبت من بواها أنه اللي بغي يتزوج بها خاصو يكون إنسان فقير وبسيط ومتعفف، بشرط أنه يكون قاري وماشي مرهوط على الفلوس. كان كيجيو الخطاب فيها بزاف من كل جهة، النسب ديالها والغنى ديالها، وفضلت في نهاية المطاف شخص فقير سميته الشيخ المكي بن قاسم. بعد 25 عام من الزواج طاحت واحد النهار من الحصان ديالها وماتت. أثناء الجنازة ديالها الراجل ديالها ما بقاش كيشوف بزاف ونقص عدو شوف. في هذيك الليلة شد ولاده في جو من الألم والحنين، وطلب من ولاده الربعة جوج دريات وجوج دراري باش يديوه للمقبرة ضروري باش يترحم على مراته. قالوا ليه: دابا تعطل الحال وراه الليل دابا وما يمكنش نمشيو للمقبرة وهي بعيدة. من اللي شافوه مصمم قالوا ليه واخا. في الطريق للمقبرة كانت لحظة صمت واحترام، ما بقوش كيتجادلوا معاه مع الوالد ديالهم ومشوا للمقبرة. مني وصلوا لعند القبر وكانت القمرة مضوية، صلوا على الوالدة ديالهم ودعاوا معاها، وقال لهم الوالد الحقيقة، قال لهم أنني كنت إنسان فقير وبسيط ما عندي حتى حاجة، وكنت مزلوط قريت فاس وما عندي والو، وتزوج بالوالدة ديالكم وكانت لاباس عليها، وبقيت معاها في السراء والضراء حتى وليت شيخ معروف في القبيلة وفي هذه المناطق. عرفتوا شنو هي قيمة الفلوس وشنو هي قيمة الحياة وشنو هي قيمة إنسانة لاباس عليها كتبغيك وكتوقف بجنبك في كاع اللحظات، وشنو هي قيمة الوفاء. بناتو ولادو تفاجئوا بزاف، بناتو كيبداو كيبكيو علاش أن باهم كان فقير ولا من الأعيان ديال الشاوية، وكيفاش هاد القصة أثرت عليهم. قال لهم بأنه تزوج بها 25 عام وعرف يعني اشنا هو معنى الاستقرار والحب الحقيقي، وفكرت كيفاش تشاركك مراتك معنى الحياة في كل شيء. توقف ومسح وجهه وقال لهم: هي اللي وقفت معايا وبقى ديما كيزورها في القبر ديالها. جوج ديال بناته زوجهم بنفس الطريقة اللي تزوج بها، بلا طمع بلا جشع، وكان هاد السيد هذا كيتعفف في كل شيء. كمل محمد الأمين الحكاية للملك الحسن الأول. سولوا الملك: فينا هو هاد الشيخ المكي بن قاسم دابا؟ قال لي: سول القائد الشرق الرحماني. قال لي: يا سيدي دابا هاد السيد ما يكون غير في المقبرة حدا القبر ديال مراته. استغرب الحسن الأول وقال مع راسه: الليل هذا وهذه أكثر من 10 ديال الليل، وقال القائد: ديني نشوف هاد السيد ونشوف هاد القصة واش بالصح ولا كذوب. دخل المقبرة لقاو الشيخ المكي بن قاسم جالس حدا القبر وكيقرأ في القرآن عليها. وقف الملك والقائد وكاتب الملك محمد الأمين بن عبد الله الحجاجي على راسه، وهضروا معاه شوية. قال له القائد: معيشتيش وانت كتزور هاد السيدة
وما خليتيهاش تستراح في قبرها وانت كتقرا عليها القران كل نهار؟ قال ليه لا، راها هي اللي اختارتني وكانت وفيه وخلت لي الدراري والبلادات والمال والذهب رغم انني ما كان عندي حتى حاجه. بقى الملك كيسمع الحوار وساكت ويقول ليه، قال لهم شكون هاد السيد اللي معكم؟ شتو ساكت وما كيدويش؟ قالوا ليه هذا هو الملك الحسن الاول، جاته بحال الخلعه وبحال الصدمه والدهشه وبدا كيتمتم وكيقول نعم مولاي. قال ليه الحسن الاول بغيت نتعلم منك في هاد الليله شي حاجه، اش غادي تقول ليا؟ سكت الشيخ شويه وقال ليه تعلم من الماء وتعرف عليه. علاش؟ لان الماء متواضع وسخي لاي شخص كيف ما كان نوعه، فقير ولا غني. الشكل اللي يكون فيه الماء في البحر كيكون واسع، وفي النهر كيكون سريع، وفي البحيرة كيكون هادي، وفي الشلال كيكون هايج وغاضب. من اللي كيقصح وكيتصلب كيولي ثلج قاسح. تعلم من الماء الضحك والابتسامة والانسياب، لأنه رقيق كينزلق ما بين الأصابع ديالك، رشيق بحال السنبلة اللي كتخضع لأهواء الريح وتنحني حتى كتلامس الأرض براسها، ولكن بعد الريح كترجع السنبلة لوضعها المستقيم، بينما البلوط الصلب لا ينحني وينكسر بفعل الرياح. كن طري بحال الماء حتى يستطيع الله أن يحركك برشاقة لتحقيق مصيرك وفيما تبتغيه. سكت الملك الحسن الأول شوية وهو كيتأمل الكلمات المسترسلة ديال الشيخ والحكمة اللي كتحملها. ضحك وقال ليه من دابا انت هو القاضي ديال هاد القبيلة، مش حدا القبر ديال السيدة. وبدا كيقرا في القرآن ويبكي وقال اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة واجعلنا من الصالحين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.